السلام عليكم ورحمة الله. مع خطوطة من لقاء كل جمعة. تابعين طبعا نحن مع لقاء كل جمعة. دلوقتي انا هطلع اقول لكم حاجة. طبعا كان في خبر وحش، يعني خبر سيء يعني، ويزعلنا كلنا، بس لازم نقوله الوقت. لا بصوا، انا ممكن مثلا عشان اتاخر الصلاة اصلي وبعد كده نكمل اللقاء. وبعد ما خلصنا صلاة الجمعة، معنا دلوقتي كابتن سامي سعود وكابتن حمادة ومعانا يا باشا شعبان. نخش نسمع كلمتين من كل واحد. نتصور معانا الحلقة الجاية. حتى في الجامعة تعمل لا لا لا، كل لقاء كل جمعة ما ينفعش. ماشي قول كلمتين للناس. طيب انا طبعا اليومين دول برفع الحلقات على طول، والناس كانت زعلانه ما برفعش الشغل. ان شاء الله نبتدي عبد طلبه في قطر الاول، علشان الناس طالبه جزء رابع في نور طلبه في لعبه الموت. خلاص خلاص، لو مش عايزين كده اكتبوا في التعليقات، ولو عايزين الجزء الرابع نعمله الاول، وربنا يوفقك. خلاص لسه ما اشتغلش في حاجه. ماشي. امير شعبان، سلام لكل المتابعين، واستنونا في الجزء الرابع. بيمس عليكم، مكسر الدنيا. ايوه ابو كباتن، صباح الخير يا ابطال، ويا ريت كل الشباب اللي في سن عبده ونور والاصغر ان هم يمارسوا الرياضه ويلتزموا، وان الرياضه هي المستقبل وهي الحياه، وهي طبعا الصلاه الاول وبعد كده الرياضه. فيا ريت كل الشباب، ان احنا بنعمل فيديوهات دي كلها، والكابتن حماده والابطال اللي معانا بيعملوا كل ده عشان ان انتم تمارسوا الرياضه وتحبوا الرياضه، لان الرياضه هي الحياه. بالظبط، كلام جميل، كلام مظبوط، كلام 100%. بس خلي محمد يقول حاجه. تعالى محمد، تعالى قول باي، قول باي. صباح الخير، بحبكم كلكم. صباح الخير، بحبكم كلكم. تعالى ادم، قول للناس حاجه. ازيك؟ وانت زورني في ايه؟ هتعمل لهم ايه جديد؟ استرد. هتعمل ايه؟ هتعمل مسلسل ايه جديد؟ هنعمل مسلسل ادم سنه. ادم سنه؟ لا ادم المخادع، خلص الاول. مسلسل ادم سمبا. ادم طيب. هظهر معاكم تاني، هو منزل واوصل البيت عشان اقول لكم على الخبر اللي قلت لكم عليه.